السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناه وصفه افكار. وما شاء الله نقدم لكم واحد المسمنه معمره بطريقه ديال الطوي جديده، كتجي مورقه ورائعه كما كتشوفوا انتوما، كتجي كانها من عجين مورق بطريقه بسيطه ومكونات غير مكلفه. نتمنى اخواتي ان هذه الطريقه تعجبكم. ما تنساوش لايك والاشتراك في القناه الا كنت اول مره كتشوفي هذه القناه، تشتركي فيها وضغطي على زر الجرس باش يوصلك كل جديد. نبداو على بركة الله. بالنسبة للعجينة أنا غندير فيها دقيق فورس، درت واحد جوج سلايف كبار ديال دقيق فورس، واحد سلافة ديال الفينو دقيق قمح الصلب، وغندير شوية الملحة، يعني ما فيها حتى شي حاجة، ما فيها لا خميرات الحلوة لا خميرات الخبز، يعني غير الملحة ولا السكر، الملحة والدقيق. أنا غنديرها في العجانة الملحة غير شوية، لان غنديروا الملح في الحشوه ديال هاد السمنه. غناخذ العجانه غندير درت فيها الماء، دابا غندير الدقيق. ديما نديروا الماء لتحت باش ملي كتعجن يعني كيتخلط الدقيق، كيتخلط مزيان. ملي ما تديروش الماء لتحت يعني تبقى كديروا الماء الفوق كيبقى يتخلط الفوق، والتحت كيبقى لاصق كيبقى فيه الدقيق. من بعد من نعجن العجين، بعد ما العجينه هي عجنتها كتجي ما تجيش يعني جاريه، ما تكونش قاسحه بزاف، تكون مدلوكه وكتلصقش مجموعه. نخليوها ترتاح كما كتشوفوا كتلصقش، نغطيوها واحد نص ساعه بما طيبنا الحشوه. دابا غادي نصوبوا الحشوه ديالنا. خليوها ترتاح. بالنسبه للحشوه ديال هاد المسمنه كنحتاج الكفته تقريبا واحد نص كيلو او لا اقل، كفته اي كفته اللي عندكم. عندنا هنا قرعه خضراء طحنتها، قرعه طحونه، تقدري ديريها دوائر، المهم على حسب الوليدات اللي مكيبغوش ياكلوها طحنوها، من الافضل تطحن باش ما تبانش. عندنا البصل الخضاريه مطحونه يعني بالعويدات ديالها مطحونه مزيان، وعندنا الربيع هنايا ربيع الكميه اللي بغيتو، ونكثر الربيع قزبور المعدنوس. عندنا عطريه الملحه تحميره البزار شويه ديال الخرقوم بلدي وسكنجبير، التحميره كنكثرها على الخرقوم بلدي. وعندنا الزيت باش نطيب. نبداو المراحل ديال الطياب، تنجمعوا كلشي، كنديروا البصله والكفته كلشي غنجمعوا ونخليوا داكشي حتى كيطيب على خاطر. دابا غندير الزيت هو الاول، ندير البصله هنا تقريبا واحد جوج بصلات كبار، راه كتهني كطحن مزيان كتكون كميه كتبان كثيره. ندير القرعه، ندير الكفته، دابا غنديرو الربيع، تنديرو التوابل، تقدرو تاخدو الكفتة قبل ما ديروها في المقلة، تخلطو معاها القرعة والبصلة تخلطوها كاملة طيبوها. بعد ما خلطتها مزيان دابا غادي نغطيها حتى طيب على خاطرها وتشرب داك الماء مبقاش فيها داك المرق، ونطلقوها من بعد. من بعد ما ارتحت للعجين دابا قسمتها على جوج وغادي نسرحوها. نسبقوا هذه اللوطه، نديروا شويه الدقيق، دابا راه ارتحت ليا، وغادي نسرحها بالمدلك.
كما كتشوفوا يعني سرحتها مزيان، تسرحوها بالمدلك تكون رقيقه على هذا الشكل. هذا ديروا الدقيق، يعني ضروري ترشوا الدقيق باش ما تلصقش. كناخذوا الزبده دايبه تنرشوها فوق منها الشكل. تناخذ واحد الحاجه دائريه تنديروها الوسط الشكل، تنقطعوا على شكل مهم طريفات ونحطها هنا ونحبسو. نحيدو هادي ومن بعد تنجمعوها بحال ماك، تنديرو الزبدة هنايا، نعاودو هادي نجمعوها، ديرو الزبدة ندهنوها غا شوية ماشي بزاف. صافي بقا نكملو الكويره الاخرى، هادي تاهي نديرو ليها بحالها تكون هاد الشكل. هذا شبعوها بحال هكا، تنخليوها ترتاح. كناخدو هادي كنديرو الدقيق، نسرحو هاد التانية، ناخذ ديك الاولى اللي صوبنا كنديروا لها الزيت كنسرحوها. كما كتشوفوا نسرحوها تكون رقيقه ماشي بزاف. مهم تسرح ديروا الزيت، غادي نجمعها دابا باش نديرها في الطاوة. الطاوة فيها الزيت، نحطها في الطاوة، تجيني الشكل هذا. الحشوه هي هذه كتكون بارده نشفوها، ديروها في حسب على حسب المسمنه اللي كانت كبيره بزاف غتكفي نديرها كلها. كما كتشوفوا كنسرحوها ومن بعد دابا غناخدو العجينة الأخرى نسرحوها تا هي. العجينة التانية ديرو ليها الزيت سرحوها.
انتما كما شفتوا سرحتها، غنجمعها باش نديرها نحطوها الفوق على الشكل هذا، وكنسدو الجناب ديالها. راه ساهله ماشي يعني دغيا تصاوب، خاصها العجينه ترتاح باش تجي العجينه دغيا تسرحوها. سدوها سدوها هكا، قرصوها بحال ما هكذا هكذا، نجمعوها بحال ما هكا، كنضربوها باش ما تبقاش مفوخه بهذا الشكل هذا. المهم الجناب كنجمعوهم الشكل. دابا غادي هنا بشويه الزيت، تناخذ واحد اصفر بيضه وتندهنها، الا كانش بلاص ديروا غير الزبده ولا الزيت الشكل هذا. المهم الفران دابا راه شعلتوه سخون، طيب من التحت تشوفوها تحمرات طابت، صافي تشعلو الفوق باش تحمر باش طيب. تقدو تقسموها تحطو هادي الوصفة باش تقسموها مثلثات هكا، قسموها بحال ما هكايا دائري باش ملي كطيب كتهزك الطريف كيكون مقسوم صافي، يكون دغيا كتهز الطريف ديالك لا ما تقسمي عاوتاني. دابا ندخلها الفرن. المسمنة ديالتنا من طابت هاهي كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي محمره ومورقة يعني، وكتجي يعني مقرمشة رائعة بحال مصوبة من العجين المورق، إنما هي من عجينة بسيطة فيها غير الملحة. يعني هاد العجينة كنسميها أم العجائن، يعني تقدري تصوبي بها أي حاجة، أي حاجة بغيتيها تصوبي بها، يعني البريوات يعني أي حاجة. نوريكم الشكل ديالها من الداخل، وخا راه باقي سخونة يعني ملي قسمناها حنا في الاول يعني كتسهل عليك بلا ما تبقى تقسمها وتفرتت لك، يعني ديجا هي مقسمه يعني سهله. نتمنى اخواتي انكم يعني ديروا لي لايك وتبارطاجيو فيديوهات مع الاصدقاء. والوسط رانا في هذه الوسطانيه راه كما كتشوفوا مقرمشه، ها نتوما نقرب لكم كما كتشوفوا ها هي مقرمشه، يعني راه زوينه بزاف. وكما شفتوا راه الزبده ماشي شي حاجه شي زبده بزاف، يعني غير واحد الكميه قليله كنذوبوها وكندهنوا بها. هانتوما قسم هادي قسموهاش مزيان، هانتوما ها هو الطريف بقى سخونه، هانتوما كتجي روعه مورقه والعمارة ديالتها هي محمرة من تحت. هانتوما كتجي يعني هكا، ديروها هكا في الفطور في رمضان ان شاء الله، وتصوبوا هكا العشاء اولا القدام. المهم على حسب كل واحد يعني اش كيدير في الوجبات ديالو. نتمنى خواتي ان هذه الوصفه تعجبكم، ما تنساوش ديروا لي لايك وتشجعوني باش نوصل يعني القناه تكبر بالاخوات ديال الاخوات، العائله تكبر، وكذلك انكم يعني تدعموني بتشجيعاتكم باش دائما نعطيكم وصفات سهله وبسيطه، يعني ما كتاخذش مكونات كثيره وما تكونش يعني مكونات مكلفه، انما هي مكونات اقتصاديه. يعني الكفته تقدري تعمري هاد المسمنه غير بالخضره، ماشي ضروري الكفته، ديروا فيها الطون اولا المهم اللي عندكم في الدار تعدوا داكشي اللي عندكم اولا الخضار. هانتوما شوفوا كتجي رائعه. مع السلامه مع وصفه جديده ان شاء الله، بالنجاح والتوفيق للجميع.